دكتور عاصم سألني اللي تفتكر ايه السبب؟ قلت له غالبا شوية عيال. يعني المسألة متعلقة بانه الظاهر كده على ما يبدو، بس صححني برضه حضرتك اللي بتشوف ده جوه قاعات المحكمة. تمام. الولاد دول اللي هم من جيلي والاصغر وما الى ذلك، هو واضح ان هم بياخدوا قرار الجواز مش عارفين هم مقبلين على الايه، ده حقيقي. او مش فاهمينه او مش دارسينه، ده حقيقي. فلا هو عنده استعداد يشيل المسؤولية بجد ولا هي عندها استعداد تشيل المسؤولية بجد، فمع شوية خلافات بسيطة كانت بتعدي زمان الأجيال دي مش عايزة تعديها، ولا أنا غلطان؟ طبعا يا سيدي اللي ساعتك بتتكلم فيه ده هو ده لب الموضوع وده أساسه، ونعود إليه برضو سوء الاختيار. سوء الاختيار وغياب التكافؤ ما بين الأطراف، مسؤولية أنه يكون بيت، مسؤولية أنه يكون حياة زوجية، ما عندوش قابلية انه يغير حياته من شاب لوحده وهي آنسة لوحدها لام وزوجه وهو اب وزوج. بيتفاجأ الشخص او السيده ان هو تحول حياته 180 درجه لنوع معين من الالتزام، نوع معين من المسؤوليه، تكبد معاناه الحياه ان هو يكون ملتزم، ان هو يكون بعدد أكل معين، بشرب معين، بمتطلبات حياة، بمتطلبات أطفال، كل دون بيؤدي إن يكون الطرف الزوج أو الزوجة لو ما كانوش على مدى من المسؤولية الكاملة لتحمل ذلك مش هيكون في حياة زوجية، ومش هيكون في تكافؤ، ومش هيكون في استمرارية أصلا للحياة الزوجية. فبتشوفوا في قاعات المحاكم إنه الخلاف بيبقى أساسه كده، فكرة استعدادهم وقدرتهم الاثنين على تحمل مسؤولية مؤسسة الزواج. لما بتيجي سعادتك بتبحث الحالات على كل حالة على حدة، بيكون السبب الظاهر شيء، يعني مثلا بيكون في واحدة تطلب طلاق للضرر، لسوء العشرة، لسوء المعاملة، للضرب، لي 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 لي. لكن سعادتك لما بتبحث أصل الموضوع هتلاقي عدم المسؤولية وعدم تكافؤ المسؤولية وعدم التدريب او التمهين او ان هو ياخد قرار بالزواج هو او هي ما كانش بناء على اساس ان هو دارس. لان بنعتبر ان الزواج ده برضه يوسف بيه مشروع زي اي مشروع. لو ما كنتش انا بدرس مشروعي وبدرس دراسه جدوى وبدرس ان هو ازاي هيقوم وازاي اخليه الاستمراريه وازاي يكون اكبر واحسن من بيت واسره واسره واولاد متعلمين تعليم كويس وزوجه متعلمه تعليم كويس والى خلافه، هيكون طبعا زي أي مشروع من المشروعات ما قالوا الفشل. طيب.